إلى خبر سينمائي، حيث أعلنت شركة سوني عن انتهاء رحلة فيلم سبايدر مان في عالم مارفل بعد أن فشلت بالتوصل إلى اتفاق مع شركة ديزني المسؤولة عن مارفل ستوديوز. ويعني هذا أن الممثل توم هولاند لن يشارك في أي فيلم مستقل ستنتجه شركة سوني في المستقبل. وأثار هذا الإعلان جدلاً كبيراً لمحبي البطل سبايدر مان وأفلامه ضمن سلسلة أفلام مارفل، حيث أطلق البعض هاشتاغ سيف سبايدر مان. ومن جهتها شكرت شركة سوني رئيس مارفل ستوديوز كيفن فيج على ما قدمه من مساعدة وإرشاد لإنتاج سلسلة ناجحة من أفلام سبايدر مان حققت فيها حوالي مليار دولار.